بسم الله، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. جيوا لحالنا احنا اليوم، وكنت مدنية، وقالوا حتى أحزاب دينية، قال لك أنا جيش مودرنيست، وراه كلام الشم يعطيني الصحيح، وهذاك علاش برشا حركة دينية، الدينية أفشلها الله، يعني لم تكن خالصة لله. يعني كانت تقول بالحاضر، شو الحاضر؟ يعني اقتل ما جاء من اثر الانبياء عليهم السلام، من انواره كانت بايته، اقتل اقتل. وذاك علاش تلقاهم كلهم ساعين الروس الخامده واتباعهم المهانين دائما يحبوا يقضيوا على اثار الدين السليم، الدين الحكيم، الدين الذي ليس كمثل الدين، لانه ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة عارف خسارة 100%. لمن قرأ روح في الربح لا مش تخرج من الخسارة، لا طول خسارة في مفرد. نعود إن شاء الله.